بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في غوطة الشرقية بتاريخ 25/2/2018. نعمل نحن فريق إسلاميك ريليف على مشروع الخبز والسلات في الغوطة الشرقية. بدأنا بتاريخ 13/2/2018، التزمنا بالخطة حتى تاريخ 22/2/2018. تتعرض الغوطة حاليا إلى قصف شديد على مدار 24 ساعة، تعيش معظم الناس في الأقبية. تعرض فريقنا لأكثر من مرة إلى القصف أثناء التوزيع، تعرض مركزنا إلى قصف حتى تدمر بشكل شبه نهائي. البضائع التي نوزعها تم توزيع نصف المشروع، نعمل على استكمال النصف الثاني ضمن شروط صعبة، لا يمكن التوثيق. نعمل ليلا، عرض الفريق للقصف في أي لحظة، يستهدف الناس في الطرقات، تعيش معظم الناس في الأقبية، حتى الأطفال حتى النساء، لا يوجد أحد خارج الأقبية، أي شخص خارج الأقبية معرض لغارات الطيران. الوضع سيء جدا، المعيشة سيء جدا، لا يوجد مواد، لا يوجد مقومات العيش في الأقبية، حتى المياه غير متوفرة. هنا مستودعنا، حتى مستودعنا تعرض للقصف. المواد سنعمل على توزيعها كونها عرضة للقصف والسرقة، سنقوم بتوزيعها عن طريق اللجان ليلا، سنضطر إلى توزيعها دون توثيق، وذلك لعدم توفر هذه الشروط. كما تم تنظيف باقي السلات المتبقية من المشروع لاستكمال توزيعها. مستمرون في تقديم كامل المساعدات التي نستطيع أن نقدمها حتى نهاية الحياة.